فاكر الفنان عبد الفتاح القصري لما كان بيمثل شخصية واحد اسمه حنفي؟ حنفي ده كان كل ما ياخد قرار يقول كلمة مشهورة اللي هي ايه؟ أنا كلمتي لا ممكن تنزل الأرض أبدا. تيجي مراته بعد كده وتقول له حنفي يقول خلاص هتنزل المرة دي، لكن اعملي حسابك المرة الجاية إنها لا ممكن تنزل أبدا. عارف أنت الشخص اللي بيرجع في كلامه؟ ده بقى ما يخصش التعبير بتاعنا خالص، التعبير بتاعنا عن الشخص اللي دماغه ناشفة، اللي راسه ألف سيف. اللي ما عندوش استعداد لا للتفاوض ولا للتفاهم التعبير ده هو ان برا دو فير ان برا دو ان برا دو يعني الترجمة الحرفية بتاعتها يعني ذراع حديدية أو ذراع من حديد وده معناه إن الشخص ده دماغه ناشفة جدا دماغه ما عندهاش استعداد للتفاوض لأي أمر من الأمور هو شخصية لا تتفاوض une بيرسون

الجملة هنا إن في عدم تفاوض ما بين إدارة الشركة وما بين العمال اللي هو إيه عدم التفاوض ده اللي هو بغا دفاع بغا دفاع ولو تسألني الواحد يبقى زي عبد الفتاح القصري ويقول خلاص هتنزل المرة دي في كل قراراته ولا يبقى دماغه ناشفة وما يرجعش في قراراته أنا رأيي إن الشخص لا ينفع يبقى كده ولا ينفع يبقى كده يعني ما ينفعش ترجع في كل كلمة وفي كل قرار إنت بتتخذه، لكن في نفس الوقت لو حسيت إن قرارك خاطئ، لو حسيت إن كلامك مش مناسب، مفيش مانع أبدا إنك ترجع وتفكر تاني وتشوف إيه الصح، ومش مهم نظرة الناس ليك إنك رجعت في كلامك أو رجعت في قرارك، مش مهم، المهم إنك تتخذ القرار الصحيح انا كده خلصت الفيديو لو عجبك الفيديو ياريت تعمل لايك وكومنت وشير للفيديو علشان يوصل لكل الناس اللي حابين يذاكروا اللغة الفرنسية من خلال الفيديوهات اشترك في القناة لو انت لسه مش مشترك وشوف الفيديوهات القديمة وفعل زر الجرس علشان تشوف الفيديوهات الجديدة واشوفكم في الفيديو اللي جاي اغفوح